ازيكم؟ النهاردة هنعمل فكرتين لديكور وزينة عيد الميلاد او الكريسماس. اول حاجة هنجيب اللي هي الكرتونة اللي بتاعت الكراريس، اللي هي بتكون في الجوانب دي، بيكون خامتها مش سميكة قوي، فسهل ان احنا نلفها كده زي القرطاس كده بالشكل ده كده. وبعد كده بنجيب الفروع دي، ده كان عندي من شجرة قديمة بتاعت كريسمس برضو، واخدت الفروع ديت. اللي مش عنده يقدر يجيب اللي هي الزينة اللي بتتباع في محلات اللي هي بتاعت اعياد الميلاد، برضو نفس الشكل كده ولونها اخضر. هنبدأ ان احنا نلفها على الشكل المخروطي اللي احنا عملناه ده. وبعد ما لفيناها كلها عليها وغطيناها كلها بالزينة دي، هنبدأ ان احنا نقصقص كده الحروف بتاعتها، الزيادات دي، علشان لو في شكل مش متناسق فاحنا بنساوي عشان تبقى شكلها ايه متناسق وشكلها حلو. وبعد كده هنجيب غطاء ازازة وعصاية شيش طاووق، وهنعملها بالشكل ده كده، ونحط نقطة من الشمع هنا، وبعد كده ندخلها كده من جوه. وبعد كده هنجيب الغطا برضو ونحط له شمع بالشكل ده هنا كده، ولما تثبت معانا نجيب بقى مناديل او ورق ونحشيها من جوه من الجوانب، بحيث ان هي تسند لي العصاية بتاعت الشيش طاووق دي وما تبقاش بتتمرجح كده. بعد كده هجيب الفل ده اللي بيبقى موجود عند المحلات اللي هي بتبيع حاجات اللي هي اعياد الميلاد والحاجات دي، بيكون فيها والهدايا وكده بيبقى فيها اللي هو الكور الفل دي، هناخدها ونقطعها بالشكل ده كده. وبعد كده هنجيب الشجرة اللي احنا عملناها، وهنجيب فرشة، وهنجيب صمغ شفاف، ونبدأ ان احنا نغطي الشجرة كلها كده من بره بالصمغ ده. وبعد كده هنجيب الفل اللي احنا قطعناه حتت صغيرة ده، وهنوزعه كده على الشجرة بتاعتنا كأنه تلج نازل على الشجرة. طبعا دي زينة، ممكن الفكرة دي نعملها على حجم اكبر، بحيث ان هي تبقى شجرة بحجم اكبر ونحطها زينة، او نعملها بالحجم الصغير اللي انا عاملاه ده. بعد كده هنجيب لولي الوان وهنلزقه كده، بحيث ان هي برضو تبقى الزينة اللي هي الكور بتاعت شجرة الكريسمس، وهنحطها كده بالشكل ده هنا، ونوزعهم كده بشكل عشوائي على الشجرة. طبعا احنا هنحط اللولي ده في كل حتة في الشجرة كلها، من كل الجوانب ومن فوق طبعا كمان هنحط بالشكل ده كده. بعد كده بقى هجيب برطمان ازاز يكون حجمه كبير، وبعد كده هجيب الغطا والزق عليه الشمع من القاعدة بتاعته، واحط كده الشجرة في النص من جوه البرطمان بالشكل ده كده. وبعدين اجيب الفل بقى ده كده، ده سايباه زي ما هو، ما قطعتوش ولا حاجة بالمقص، وهنحطه في الجوانب بتاعة البرطمان حوالين الشجرة، بحيث ان هو يكون كأن الشجرة جوه التلج بالشكل ده. وبعد كده بقى هنحط جواها وحدة اضاءة، بحيث ان هي تدينا شكل كده وديكور حلو. طبعا ده هنا بقى شكلها النهائي، ودي الفكرة الأولانية لزينة عيد الميلاد لإخواتنا المسيحيين. كل سنة وهم طيبين. أتمنى تكون الفكرة الأولى عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا على الفكرة التانية. بعد كده هنجيب بقى في الفكرة التانية، هنجيب برضو نفس الفل ده، وهنقطعه بقى، يعني هنقطعه كده كتير في حاجة عشان طبعا ما يتبعترش مننا، وهنعمل حبة كده حلوين. وبعد كده هنجيب برضو صمغ، ونجيب برطمان حجمه برضو يكون حلو كده وكبير، وهنيجي عند الربع اللي فوق ده ونحط برضو الفرشة والصمغ عليهم بالشكل ده. وبعد كده هجيب الفل اللي انا قطعته حتت ده، وهرشه على الاماكن اللي انا حطيت فيها الصمغ،
اطبطب بايدي كده عشان الفل يجي عند كل الاماكن اللي انا عايزاها والفراغات. وطبعا زي ما قلت لكم انا حاطه البرطمان فوق اللي هي القماشه اللي انا حطاها دي عشان اللي يقع ارجع اخده تاني واقدر ان انا استخدمه تاني. هنا بعد ما حطيت الفل حوالين البرطمان من فوق كده كله، وبعد كده هجيب بقية الفل اللي انا كنت حطاه واحطه هنا جوه البرطمان بالشكل ده كده. برضو طبعا انا بعمل هنا شكل التلج. بعد كده بقى هجيب خيط الخيش واربطه هنا كده بالشكل ده، والف كده كام لفة على البرطمان من فوق، وبعد كده قص الزيادة والزقها بالشمع بالشكل ده كده. بعد كده بقى هنجيب فروع ورد ونبدأ نلزقها، نزين بقى بيها البرطمان اللي احنا عاملينه ديكور، ونلزق كده هنا. دول انا عاملاهم كده يعني، انا اللي عاملاهم حطلولي وعاملاهم كده عشان يدوني الشكل اللي هو دايما بنشوفه في زينة الكريسماس، وانا حطيتها كده ثلاثة فوق بعض بالشكل ده هنا كده بلزقهم بالشمع. وهنا هحط برضو فرع كده هنا، وهحط واحد برضو كده صغير الناحية التانية بالشكل ده كده. وبعد كده هنا طبعا ده شكلها. وبعد كده هجيب عملت فيونكة من خيط الخيش وهحطها هنا كده فوق الحاجات اللي انا لزقتها عشان تغطيها وبرضو تدي شكل حلو للديكور بتاعنا. اهو ده شكله كده. وبعد كده بقى هجيب اللي هو الشموع البلاستيك اللي هي المضيئة دي الالكترونية واحطها جواها كده، ده شمع زي شمعدان على شكل زينة اللي هي التلج والكريسمس وكده وورد الكريسمس. دي الفكرة التانية. اتمنى يكون الفكرة عجبتكم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين لاخواتنا المسيحيين، واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله.